مصر أحلى وحلوة بمبادرة حياة كريمة. والحقيقة أنه كل يوم والتاني بنسمع عن إنجازات لمبادرة حياة كريمة في محافظة مختلفة. والنهاردة إحنا المحافظة اللي هنتحدث عنها هي محافظة الغربية داخل مركز ومدينة زفتة. الحقيقة أنه بفضل المشروعات ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري اللي طبعا أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محافظة الغربية، قامت بإنشاء أول كورنيش داخل القرى بقرية نهطاي، وده بطول 1800 متر بداية من المجمع الخدمي حتى شريط السكة الحديد. حصل تطورات وتعمل ممشى وعلى الكورنيش وبقى شكلها حلو قوي، وبقى في جانب الحقيقة مبهج في المحافظة. تعالوا نروح للأستاذ عبد الوهاب الحضري، منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وكل السادة المستمعين. صباح الفل. عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه التطورات بقى الجميلة اللي حصلت في محافظة الغربية بفضل طبعا مبادرة حياة كريمة. الحمد لله احنا عندنا في محافظة الغربية كان مشروعات حياة كريمة بيتم تنفيذها على قدم وساق، والحمد لله احنا يمكن عندنا نسب تنفيذ مرتفعة في كافة القطاعات الخدمية. بيتم تطوير البنية التحتية والبنية الفوقية، وكمان عندنا الجانب التنموي البشري. الحمد لله عندنا عدد من القوافل التنموية اللي بيتم تنفيذها للعنصر الإنساني عشان يعملها المحافظة على التنمية اللي بيتم تنفيذها داخل قرى حياة كريمة. كمان احنا كان عندنا توجيهات من السيد محافظ الغربية ان احنا نعمل استخدام امثل لكافة الموارد الموجودة عندنا داخل قرى حياة كريمة. من هذا المنطلق عفوا كان عندنا في تغطية موجودة داخل قرية نهطاي بطول حوالي 1800 متر. التغطية ديت لترعة موجودة داخل الكتلة السكنية. كان عندنا توجيهات ان احنا نحط تصور كده لاستخدام امثل لهذه الترعة. والحمد لله احنا كمحافظة غربية يعتبر المشروع الاول على مستوى مبادرة حياة كريمة ان احنا نعمل استخدام لتغطية لترعة مغطاة داخل الكتلة السكنية بقرية، ويتم تنفيذ انشاء كورنيش كامل على هذه التغطية. الكورنيش ده بيشتمل على عدد كبير من المواد الاشياء الترفيهيه الخاصه بالمواطن، زي مثلا عندنا برجولات خشبيه، اعمده نحاسيه ديكوريه، حديقه امام مدرسه طلبه السايح، ممشى بطول يعني الطريق المؤدي الى المجمع الخدمات. ملاحظين انه بقى في الاهتمام بالجانب النفسي للمواطن، مش مجرد بس بناء بيت او مدرسه او وحده صحيه، لا كمان الجانب النفسي اللي الحقيقه دور مهم قوي في انه يرتقي بحياه الانسان، وانه يبقى مرتاح نفسيا ويعرف يتعلم وبيأثر طبعا على الصحه، فده برضو اكيد شق انتوا مهتمين بيه. هي يا فندم، وانا عايز اقول لحضرتك ان الاهالي عندنا داخل قريه نهطاي بعد فتره العصر بيكونوا متواجدين بالكامل على هذا الكورنيش، ويخرجوا للتنزه على كورنيش نهطاي للاستمتاع طبعا بالاعمال التطوير اللي تمت على كورنيش نهطاي. بشكر حضرتك الاستاذ عبد الوهاب الحضري، منسق مساعد مبادره حياه كريمه بمحافظه الغربيه.